في ظل سياسة الحكم الشمولي الذي طبقه نظام البشير منذ انتفاضه على السلطة، وفي ظل تجربة الهجينة التي وضع فيها الجيش ما بين محاولات كثيرة لاختراق أيديولوجيته الحربية بأخرى دينية، وما بين سطوة عسكري يحكم بهم دون أن يحكموا، وبعد 30 عاماً دقت ساعة الثورة الشعبية أبواب السودان من أمام ساحات القيادة العامة للقوات المسلحة بانتظار حصول سيناريو اعتادت عليه قوى الثورة المدنية. وأنا أفتكر المرة دي مختلفة عن المرات السابقة. 64 أكتوبر كان في اتفاق إنه عبود كان رمز سيادة استمر لغاية ليلة المتاريس، يعني بعد انتصار الثورة وتشكيل الحكومة بتاعت الثورة حصلت الثورة تصحيحية بعد فترة، حصلت ليلة المتاريس وتم بعد ذاك تنحي عبود. أنا أفتكر إنه برضو المجلس العسكري الانتقالي في 85 كان موجود بسلطات سيادية ومستمر طوال الفترة الانتقالية، وبعد ذلك جاءت الانتخابات، يعني هي كانت حكومة مدنية كاملة. لما طرح المشروع ده من المجلس العسكري الانتقالي مع ابن عوف تحديدا، أزمته الحقيقية إنه كان في عدم صيغة داخل كل المكونات، لأنه أنا زي ما قلت كان في أكثر من قوات، ما كان في جيش واحد، ما كان في جيش. انت حتى لو جينا للرمزيات انه الناس جات القياده العامه، الفكره هي جات لشنو؟ يعني عشان هم ناس المجلس العسكري قالوا الناس المواطنين جونا عشان نحن نستلم. وطبعا المغولة هنا ساذجه جدا، يعني افتكر هناك الان جدل في الشارع طبعا ان الذهاب المحتجين اللي هو احتجاج كان اخذت 4 أشهر يعني، وكان فوق تضحيات كبيره جدا يعني من كل هاي، لكن غرد مع ذلك ان تذهب الى في مظاهره كبيره في 6 ابريل في ذكرى سقوط نميري الى القياده العامه. وكان هناك نوع ربما من يعني الطلب من الجيش للتدخل لحمايه المتظاهرين وللقيام بهذا التغيير. ولكن بعد يعني تم التغيير فعليا، يعني عندما بدا في هذا الامر وكانه انقلاب عسكري، لانه يعني من ترأس وجاء في هذه هو كان ابن عوف، وهو كان نائب للبشير وكان وزير للدفاع يعني، وبالتالي الشعب سار مره اخرى وتمت الاطاحه به، فبالتالي تم المجيء ببرهان من خارج يعني المنظومه المعروفه، يعني هو كان تقريبا الرجل الثالث او الرابع في قياده الجيش يعني. مع التغييرات الجوهرية في البنية الأمنية التي أجراها البشير على مدار 30 عاماً، وجدت الثورة المدنية هذه المرة نفسها أمام تحالف جديد بين المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها قوات الدعم السريع التي بدت وكأنها قوة أكبر من قوة الجيش في العاصمة الخرطوم. وفي التحالف الذي جمع ما بين البرهان وحميدتي ليظهر على السطح سؤال جديد: ما الذي جعل من موقف المؤسسة العسكرية مختلفاً هذه المرة؟ ولماذا لم تثق قوى الثورة بالمجلس العسكري كما حصل سابقاً لتسليم الحكم بعد فترة انتقالية؟